ايوا ثاني رمضان الله يجعل كل شيء مبارك مسعود كما تيقولوا، رمضان مبارك سعيد علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المغاربة كاملين. الثمنة ديال الحوت دايرة بحال اليوم كروفيت صابح 120 درهم، واخا هكاك مسعر شوية يعني الثمن شوية، كروفيت ليمونو خصو يكون 60 درهم 70 درهم، حنا في بلاد الحوت عندنا جوج بحور، الصول كذلك داير 70 حتى 80 درهم، حتى هو داير شوية الثمن، زيد واحد النغزة واحد 10 درهم. وكما الميرنا دايره 60 درهم اليوم، الميرنا شويه بعدا، الميرنا ثمن مزيان 60 درهم، اللي غالي شويه هو بحال دابا باجو رويان الحوت الحر داير شويه الثمن، بحال لوبار بحال باجو رويان بحال الدورات دايرين الثمن 130 حتى 150 حتى 160 درهم ساوين الثمن، والناس راه الله يحسن العون، الناس الله يحسن العون، القدره الشرائيه على قد الحال، الناس الله يحسن العون، اللي تياكل الحوت هو اللي عنده شويه ديال الصرير، هذا هو بحال الكروفيت دابا اليوم 120 درهم، كيلو تيخلي نص كيلو. لا عنده عائله راه خصو 3 كيلو ولا 4 كيلو، عندنا جوج بحور حق يدير الثمنه خياليه. وثاني حاجه نعاودوا نكرروا هذه الهضره، هذه المسؤولين خصهم يطلعوا للبلاص الكرو تما يديروا التحريات ديالهم، تيدوز على 15 14 واحد تيوصلنا الواقع 80 فهمتيني، هذا هو المشكل. اما الحوت موجود جوج بحور ويكون الثمن هذا غالي وعقل بزاف، يعني هذا العام مقارنه مع العام اللي فات بحال تقريبا حقيت قال بحال هاد المناسبه ديال رمضان تجي تيتسعر الحوت تيطلع الحوت، علاش يطلع؟ تيوليو الوسطاء دايز على 10 ولا 15 واحد عاد تيولي تيتامن خيالي، من 1000 درهم حتى تيولي ب 1500 ل 1700 درهم، كروبيت اليوم واخدينه ب 1700، من 1000 حتى 1700 الوسطاء اللي تيغلوا هاد القطاع هاد، وماشي هاد القطاع اي قطاع، الفلاحه وزيد 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 وزيد. ولا الضرر ضروره الضرر شويه، راه صايب الثمن شويه مع الناس، الناس راه الله يحسن العوان، قدره شرائيه قدره شرائيه راه الله يحسن العوان، الناس على قد الحال الله يحسن العوان، والحمد لله راه الانسان باش ما كان راه تتفك السلعه ديالك، واني تتشوف الناس راه الله يحسن العوان، كاين مسكين اللي ما قادش ياخذ حتى 200 غرام، السردي ما قادش عليه، السردي ديال 20 درهم وما قادش عليه، حق يتقال هذا هو المهم، اما الحمد لله الخير موجود في البلاد، راه خص واحد التقنين لهذ الحرب هذه. تقنين لهاد قضية الأسماك، تقنين الناس المسؤولين يديروا واحد التحريات عميقة، حقي تقال حيت كاين واحد الوسطاء 15 ولا 16 واحد عاد تيوصل للباعي التقصير، هذا هو اللي كاين. شكون المغاربة بمناسبة رمضان؟ مناسبة رمضان الله يدخلها بالصحة والعافية إن شاء الله، وبالإيمان وبالتقوى وبرطوب القلوب بيناتنا، نكونوا خوت إن شاء الله، والشعوب الإسلامية جميعا. ما الحمد لله نكونوا خوت نتاع الاسلام، الاسلام تدعي نكونوا خوت، كان البنية